المانع الذي يمنع من التزامك بمذهب، ألا أن تكون تأكدت أنه مذهب أهل السنة، هذا مانع. في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سيسألك هذا المذهب الذي أنت التزمته، هل تأكدت أن هذا المذهب مذهب صحيح؟ الآن الشيعة لهم مذهبهم، والوهابية لهم مذهبهم المجسمة، والأشاعرة لهم مذهبهم، والخوارج لهم مذهبهم، والمعتزلة والجبرية والقدرية والمرجئة، طبعا القدرية الأولى، القدرية الثانية التي هي المعتزلة، هؤلاء كلهم لهم مذاهب. فما الذي يمنع أن تلتزم مذهبا أن تكون لم تتأكد من أن هذا مذهب أهل الحق، لم تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك، لم تجتهد في الطلب والبحث، لم تسمع من الأطراف الأخرى؟ أما الإنسان إذا اجتهد وسأل الله سبحانه وتعالى وحصل الأدلة على مذهب أهل السنة يجب أن يلتزمه. أما إذا ما حصلت الأدلة ولا تقف ما ليس لك به علم، لأنك في يوم القيامة أنت الذي ستربح وأنت الذي ستخسر.